شيء 0.0052 جزء من 100,000. ميثان SH4 أيضا 15 جزء من 100,000. كربوتون KR 11 جزء من 100,000، وهيدروجين H2 5 جزء من 100,000، وأكسيد النيتروز N2O 5 جزء من 100,000، وزينون XE 9 جزء من مليون. طبقات الغلاف الجوي. يمتد الغلاف الجوي من سطح الأرض حتى أكثر من 1000 كيلومتر فوقه، وبعد ذلك يتلاشى الهواء أو تصبح ذرات أو آيونات مكوناته بعيدة جدا بعضها عن بعض، تمهيدا للوصول إلى الفراغ الكلي في الفضاء بيننا وبين القمر، أقرب الأجرام السماوية إلينا. يتكون غلاف الجو من 4 طبقات تبعا للتغير في درجة الحرارة، وهي من سطح الأرض كما نرى، الطبقة الأولى المناخية التروبوسفير كما نرى التروبوسفير، وهي الطبقة الهوائية السفلية الملامسة لسطح الأرض، يتراوح سمكها من 16 كيلومتر فوق خط الاستواء إلى 8 كيلومتر فوق قطبي الأرض، معدل واحة 11 إلى 10 كيلومتر. تحوي هذه الطبقة قرابة 75% من كتلة الهواء المكونة للغلاف الجوي جميعه. تنخفض درجة الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى هذه الطبقة بمعدل 6.5 درجة سيليس لكل 1000 متر، ومن ثم فإنه عند النهاية العليا لها تكون درجة الحرارة نحو 60 درجة تحت الصفر. الهواء في هذه الطبقة دائم الحركة، الرياح بفعل تغيرات درجة الحرارة على سطح الأرض ثم الضغط مشكل الكتلة والجبهات الهوائية الجالبة للبرد والحر والأمطار والجفاف. إذن تقلبات الجو كله في طبقة التروبوسفير. ومن ثم كانت تسميتها بالطبقة المناخية. تنتهي هذه الطبقة عندما تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع، يسمى هذا الحد كما نرى تروبوز أو تروبوبوز، وهذا الخط أو الحد تروبوبوز. طبقة الأخرى لتبدأ طبقة جديدة وهي طبقة الستراتوسفير، تمتد هذه أو تمتد من التروبوبوز وحتى ارتفاع 50 كيلومتر تقريبا، تثبت درجة الحرارة عند 60 تحت الصفر حتى ارتفاع 20 كيلومتر تقريبا، ثم تبدأ في الارتفاع حتى تصل إلى قرابة الصفر عند نهاية الطبقة. يمتاز الستراتوسفير بعدم حركة الهواء وقلة بخار الماء وازدياد الأوزون وبكثافة أدنى كثيرا من الطبقة المناخية، وسنتحدث طبعا عن الأوزون لاحقا. يبدو أن سبب ارتفاع درجة الحرارة في هذه الطبقة هو امتصاص الأشعة فوق البنفسجية لتشكيل الأوزون. ينتهي الستراتوسفير عند ستراتوبوز حيث تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض من جديد. طبقة لتبدأ طبقة أخرى وهي طبقة ميزوسفير. ميزوسفير تنتهي عند ارتفاع 80 كيلومتر تقريبا من سطح الأرض، تنخفض درجة الحرارة تدريجيا في هذه الطبقة حتى تصل إلى 90 درجة تحت الصفر، تنتهي بالميزوبوز. والطبقة لتبدأ طبقة أخرى وهي طبقة الحرارية أو الآيونية كما نرى، اللي هي طبقة الحرارية أو الغلاف الحراري المتآين. تمتد من الميزوبوز حتى ارتفاع أكثر من 1000 متر فوق كيلومتر فوق سطح الأرض، الغازات هنا متآينة على شكل ذرات مشحونة كهربائيا بسبب تصادم جزيئات الغازات مع أشعة شمسية وكونية عالية الطاقة فتتآين، وهذا هو سبب ارتفاع درجة الحرارة في هذه الطبقة. الهواء هنا قليل الكثافة جدا، تتناقص ذرات الهواء بعد هذا الحد إلى أن تتلاشى تقريبا، مشبهة بذلك تركيب أو تشبه إلى حد كبير تركيب مكونات الفضاء الخارجي. هناك مشكلات بيئية في الغلاف الجوي. من هذه المشكلات تلوث الهواء، تآكل طبقة الأوزون، وظاهرة الدفيء والضجيج، والتلوث الإشعاعي والضوئي. منها التلوث الهواء، الأصل في الهواء أن يكون نظيفا خاليا من الملوثات كما ذكرنا الملوثات، إلا أن تزايد أعداد البشر وكثرة استعمال الوقود الأحفوري في وسائل النقل والصناعة أدى إلى إضافة مواد كثيرة للهواء، بحيث لا تخلو بقعة من الأرض من هذا التلوث بغض النظر عن مستوى التلوث. غير أن الحقيقة تقضي بأن ما يضيفه الإنسان من ملوثات إلى الهواء لا يزيد عن 10 ما تضيفه الطبيعة سنويا من الملوثات نفسها. البراكين تضيف مثلا غاز ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين، بينما يؤدي تحلل المادة العضوية في المستنقعات إلى خروج كمية كبيرة من غاز الميثان. أما الأشجار فينتج عنها ملايين الأطنان من المواد العضوية الطيارة. هذه مجرد أمثلة، ومن غير الممكن التمييز بين الملوثات الطبيعية
والملوثات البشرية في غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من احتراق الغابات بالبرق أو المنبعث من البراكين لا يختلف عن الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري في وسائل النقل أو المصانع. إذن في الغلاف الجوي قد حملته الطبيعة نفسها بكميات كبيرة من الملوثات، إلا أن الطبيعة قادرة على المحافظة على نوع من التوازن الدقيق بين هذه الملوثات التي تضيفها وبين الكائنات الحية التي تعيش فيها. يبدو أن مشكلة التلوث التي نعيشها حاليا ناتجة عن الإضافات البشرية من الملوثات، والتي تؤدي في النهاية إلى الإخلال بهذا التوازن، غير أن التلوث الكيميائي الهواء موضعي في واقعه، بمعنى أنه يخص مكانا دون غيره. ففي المدن الكبرى يصل التلوث البشري مداه، بحيث تصبح الملوثات البشرية هي السائدة. أيضا لنتحدث عن ملوثات الهواء ومصادرها. تقسم ملوثات الهواء إلى قسمين، أولية وثانوية، تبعا لآلية إنتاجها. فالملوثات الأولية هي تلك التي تخرج إلى الهواء من مصادر التلوث مباشرة، كغاز ثاني أكسيد الكبريت الذي يضاف إلى الهواء عند حرق الفحم الحجري مثلا. أما الملوثات الثانوية فتنتج من تفاعل الملوثات الموجودة في الهواء مع بعضها بعضا. لنأخذ تحدث قليل عن الملوثات الأولية، primary pollutants، وهي مجموعة مواد تغلب عليها الأكاسيد، ينتجها البشر كما تنتجها الطبيعة. مثلا لنأخذ مثال أكاسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون هو غاز الكربون الرئيسي في الجو، 90% من هذا الغاز مصدره تنفس الكائنات الحية، غير أن هذه الكمية تستهلك من جديد في عملية التركيب الضوئي من النباتات. يطلق الإنسان سنويا 5 بليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عمليات حرق الوقود الأحفوري وحرق الغابات، أو ما نسبته 0.4 جزء من 10%، تقريبا مما هو موجود في الغلاف الجوي، وطبعا له تأثير في الاحتباس الحراري. أما إذا كان الاحتراق غير كامل فينتج غاز أول أكسيد الكربون SO، وهو غاز خانق بسبب اتحاد بهيموغلوبين الدم ومنع التنفس، يتكون من احتراق الوقود الأحفوري في وسائل النقل والصناعة، ويخرج منه إلى الجو سنويا قرابة 1 بليون طن. أيضا من الجدير بالذكر أنه معظم هذا الغاز يذهب في تفاعلات ثانوية لتكوين الأكسجين والأزون القريب من سطح الأرض. أيضا من الملوثات الأولية أكاسيد الكبريت ومركباته. يصل الكبريت إلى الجو بطرق عديدة، مثل البراكين على شكل SO2 وتحلل المواد العضوية لا هوائيا كبريتيد الهيدروجين وغبار الصحراء الحامل للكبريتات وغير ذلك. غير أن أهم مركبات الكبريت في الجو هو غاز ثاني أكسيد الكبريت SO2 مصدره الرئيسي، بالإضافة إلى البراكين حرق الوقود الأحفوري وتكرير البترول والغاز وبعض الصناعات. وتعد الولايات المتحدة والصين أكبر الدول إنتاج لهذا الغاز. يتحول هذا الغاز إلى ثالث أكسيد الكبريت SO3 الذي يذوب في الماء ليشكل حامض الكبريتيك شديد الضرر بالنباتات كمكون للمطر الحمضي. ويأتي غاز ثاني أكسيد الكبريت وأيون الكبريتات ثانيا بعد التدخين في أسباب أمراض الجهاز التنفسي، كما نرى هنا نسبته في هذا الشكل. أكاسيد الكبريت من الصناعة والمواصلات ونفايات غيرها تشكل 4 جزء من 10%، وحرق الوقود في أماكن ثابتة. أيضا من الملوثات الأولية أكسيد النيتروجين. تنتج أكاسيد النيتروجين في أثناء حرق الوقود الأحفوري، فيتأكسد النيتروجين الهواء المصاحب للأكسجين أو الموجود في الوقود إلى أكسيد النيتريك NO أولا، الذي بدوره يتأكسد إلى ثاني أكسيد النيتروجين NO2 بني اللون. يذوب هذا الغاز في الماء ويصبح مكونا مهما في المطر الحمضي. ثم أنه يسهم في تكوين الأوزون القريب من سطح الأرض، 45% من هذا الغاز في الجو هو من إنتاج البشر. ثم أن هذا الغاز ينتج أيضا من أكسدة الأمونيا الناتجة من تحلل المواد العضوية والأسمدة. الفلزات أيضا من الملوثات الأولية. الفلزات تضاف إلى الهواء سنويا كميات ليست قليلة من بعض الفلزات الضارة بصحة الإنسان والبيئة، مثل الرصاص والزرنيخ والزئبق والكادميوم وغيرها، وينتج معظمها من حرق الوقود الأحفوري خاصة الفحم الحجري والبترول، وتوجد في الجو على شكل بخار أو مادة معلقة في الهواء. فالرصاص مثلا يخرج من احتراق البنزين في وسائل النقل 2 مليون طن في السنة عالميا. يؤدي تكدس الرصاص في الجسم إلى شكل من أشكال التخلف العقلي للأطفال. أما الزئبق فيضاف إلى الهواء من حرق الفحم أو من المبيدات الفطرية التي توضع مع الدهانات وغيرها في الصناعات.
من الملوثات الأولية ولا زلنا بها الهالوجينات أمثلة عليها، ونخص من بينها الفلور والكلور التي تستعمل في غازات الثلاجات وغيرها على شكل مركبات الكربون والكلوروفلور كلوروفلور كاربونز التي ينتج منها 600 مليون طن سنويا والتي أثرت كثيرا في تآكل طبقة الأوزون. أيضا ولا زلنا في المواد الأولية أو في الملوثات الأولية، المواد المعلقة في الهواء particulate material وهي مواد صلبة معلقة أو قطرات سائلة معلقة في الهواء، ومن أمثلتها الغبار والسناج وحبوب اللقاح والدخان وبعض الفلزات وغير ذلك كثير. قد يزيد ما ينتج الإنسان من هذه المواد عالميا عن 100 مليون طن سنويا، غير أن البراكين وعواصف الصحراء مثل الرياح الخماسين في بلادنا والطوس في الخليج قد تنتج ما يربو عن 100 مرة إنتاج البشر من هذه المواد المعلقة. ويبدو أن الحبيبات الدقيقة جدا هي الأكثر خطرا لأنها تدخل مع الهواء التنفس إلى الرئتين مسببة أمراض الجهاز التنفسي ومنها سرطان الرئة المرتبط بدخان السجائر أو غبار الأسبست. أيضا ومن الملوثات الأولية المواد العضوية الطيارة Volatile Organic Compounds وهي مجموعة من المركبات العضوية التي توجد في الهواء على شكل غازات، وهي من إنتاج الطبيعة في غالبيتها، فالنباتات تنتج ما مقداره 350 مليون طن من مركبات الإيزوبور أو الأيزوبرين، 450 مليون طن مركبات التربين C10H15، بينما تطلق المستنقعات وزراعة الأرز وغيرها بمقدار 400 مليون طن من غاز الميثان. يتأكسد الجزء الأعظم من هذه المواد في الجو على يتأكسد إلى أكاسيد الكربون. وهناك مجموعة أخرى من مواد الطيارة تطلقها الصناعات الكيميائية ومصافي البترول واحتراق الوقود الأحفوري في وسائل النقل والصناعة، مثالها البنزين والتولين والكلوروفورم. وهذه المجموعة الأخيرة بشرية المصدر وتكثر في المدن الكبيرة. أما الملوثات الثانوية، هي الملوثات التي تنتج من تفاعل الملوثات الأولية بمساعدة أشعة فوق البنفسجية لإنتاج مواد جديدة خطرة على الصحة والبيئة، ومن ثم تسمى هذه الملوثات الثانوية أيضا ملوثات الكيموضوئية فوتوكيميكال كما نرى في هذه الصورة الموضحة. من أمثل عليها الأوزون، ينتج غاز الأوزون قريبا من سطح الأرض في المدن الكبرى ذات الجو الملوث من خلال تأثير أشعة فوق البنفسجية على الأكسجين الجزئي O2 أو غاز ثاني أكسيد النيتروجين، وفي كلتا الحالتين يتحرر الأكسجين الذري النشط O الذي يتحد مع جزيء الأكسجين مكون جزيء أوزون O3 كما هو موضح في التفاعلات كما نرى. أيضا هنا يعني بالتفصيل نراه O2 يتحد، نلاحظ ناتج لدينا O3، إذن ها هو مركب الأوزون. الأوزون مؤكسد قوي يؤدي إلى إضرار واضحة في النباتات ومواد البناء كالدهانات والمطاط والبلاستيك وبعض أجزاء جسم الإنسان الحساسة كالعيون والرئتين، فهو ملوث خطر قرب سطح الأرض ولكنه مفيد في طبقات الجو العليا وليس للإنسان. أيضا من ولازلنا في الملوثات الثانوية نترات البروكسي أسيتيل مثال عليها. يقوم الأوزون أو أكسيد النتريك الناتجان من التفاعلات الضوئية السابقة بالتفاعل مع المواد العضوية الطيارة لإنتاج مركبات عضوية جديدة تدعى نترات البروكسي أسيتيل أو اختصار PAN. أيضا ولازلنا في الملوثات الثانوية الضبخن فوتوكيميكال سموغ. اشتق المصطلح طبخن نحتا من مصطلح الضباب فوق والدخان سموك، وينتج الضبخن من تفاعلات بعض الملوثات الهوائية مثل ثاني أكسيد النيتروجين ومركبات العضوية الطيارة بحضور الأكسجين ومساعدة الأشعة فوق البنفسجية، فينتج الأوزون ونيترات البروكسي أسيتيل PANS وبعض المركبات العضوية الأخرى، كما أن أجزاء هذه أو جزء من هذه التفاعلات يدخل في تكوين الأوزون. ويوضح لنا هذا التفاعل مجمل ما يجري. نلاحظ أيضا أنه وجود الـ NO2 في طرفي المعادلة كما نرى يعني نلاحظ أن وجوده يعود لوضعه الأول باتحاده مع الأكسجين ليبدأ من جديد في تكوين الأوزون. نلاحظ إذن
يسمى هذا النوع من ضبخ لوس أنجلوس، ويحدث عندما يكون الهواء ساكنا في المدن الكبرى ذات المناخ الجاف الحار، حيث توجد أشعة الشمس اللازمة للتفاعلات السابقة، فتصبح المدينة محاطة بقبة من هذا الضباب الدخان الذي قد يحجب أكثر من 30% من ضوء الشمس، غير أن الرياح والأمطار تساعد على التخلص منه وتمنع خطورة الضبخ الكيميائي الضوئي من وجود ملوثات هوائية خطرة خاصة على الجهاز التنفسي. يسود في المدن الكبرى أو المدن الباردة الماطرة كمدينة لندن ضبخ لندن تلوث بغاز ثاني أكسيد الكبريت وغيره، ولكن دون وجود تفاعلات ضوئية، ولهذا النوع من الضبخ أثر ضار على التنفس. أيضا الملوثات الثانوية مثال عليها الهطل الحمضي أسيد بريسبيتيشن، قلنا أيضا إنه أكاسيد الكبريت والنيتروجين ما أن تتحد مع الماء حتى تصبح حموضا، وقد تنزل مع مياه المطر أو مع الثلج حتى تبقى معلقة مع قطرات الماء في الغيوم التي تلامس الجبال العليا. لكن في جميع الحالات يكون الهطل حمضيا، قد تصل حموضة المطر العادي بلا تلوث إلى 5.7 جزء من 10 رقما هيدروجينيا بسبب ذوبان ثاني أكسيد الكربون الجوي، ومن ثم وعند وجود أكاسيد الكبريت والنيتروجين قد يصل الرقم الهيدروجيني إلى أقل من 4 وأحيانا أقل أكثر أو أقل بكثير. تسهم أكاسيد الكبريت بثلثي الحموضة بينما تسهم أكاسيد النيتروجين بمعظم الثلث الوسطي. هذا النوع من الهطل أو الهطل الشديد الضرر بالبيئة، وذلك مثال ذلك أن قرابة 18,000 بحيرة في المنطقة الجبلية في جنوب السويد والنرويج أصبحت مياه حامضية لدرجة أن معظم أشكال الحياة الحساسة للحموضة قد انتهت، مثل بيوض بعض الأسماك ويرقاتها، والصورة قريبة من ذلك في بحيرة كندا وشرق الولايات المتحدة. أما النباتات فيكفي أن نسوق مثالا من ألمانيا، فقد كان 8% من أشجار غابات غربي ألمانيا قد ماتت أو تموت عام 1982، وقد بلغت النسبة 34% ثم 50% وفي عام 1985، بحيث بلغت خسارة ألمانيا في تجارة الأخشاب أكثر من بليون ماركا ألمانيا. ولن ننسى تأثير المطر الحمضي على الآثار والتماثيل وغيرها المصنوعة من الرخام أو الحجر الجيري أو برونز التي تقوم بإذابتها.